رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل علشان نشوف مع بعض تقرير عن أنشطة المركز الثقافي. واحد من أنشطة المركز الثقافي أنها بترتب كل يوم سبت بتعمل مناقشة لكتاب، وكان السبت اللي فات كان الكتاب اسمه ثورة أم انقلاب للكاتبة أسماء إبراهيم. ده كويس قوي مارتينا ان بيبقى كل يوم سبت كده. لو يعني مشاهدينا لو حابب يجي يحضر في المركز الثقافي بيبقى فيه، يعني عارفه في ناس كتير ما بتقراش، فدي فرصه حلوه ان الناس تيجي تسمع عن كتاب جايز يعني يلمس حاجه في عندها كده، فتروح بالزبط. تشتريه تقرا، ده يشجعها انها تقرا كتب تانية اكتر، فده تبقى حاجه كويسه. طبعا القرايه في الوقت ده بقت قليل جدا، الناس اللي بتقرا كله بقى بيعتمد على السمع او يسمع معلومات، ففعلا احنا نحاول تاني نثبت يعني قيمة القراية عند الشباب. دي هتبقى حاجة حلوة، ثقافة طول عمرها حلوة طبعا. مهم مشاهدينا راح نشوف التقرير عن كتاب ثورة دي أم انقلاب، ونرجع تاني خليكم معنا. بدأنا نتكلم عن وجود مناقشة كتاب في المركز الثقافي الكوبتي، شايفة ده ازاي؟ شايفة أنه أحد أدوار الكنيسة المصرية العريقة اللي ما بتهتمش بس بالتغذية الروحية ولكن التغذية الثقافية للإنسان المصري عموما. فيشرفني ويسعدني أن أول مناقشة وحفل توقيع لكتابي يتم في رحاب الكاتدرائية المصرية. شكرا حقيقي جدا حقيقي نورتينا النهاردة وبنتكلم عن ثورة دي ولا انقلاب. عايزاكي تكلميني بموجز عن الكتاب. عن أنا شايفة الكتاب مجموعة مقالات، أكتر مقالة محببة إلى قلبك فيهم ربما تكون المقالة النهائية في حضرة الأمل. استحضرت فيها روح الشاعر المصري أمل دنقل أما عمل قصته الكعكة الحجرية ميدان التحرير، وصف بيها ميدان التحرير، وشفت روحه بتتجلى وسط الجموع، وشفت الأمل اللي موجود في الميدان كرمز وكقبلة للحرية والمستقبل اللي المصريين عرفوا طريقه. عايزين نكلم الناس في موجز كده عن الكتاب ثورة دي ولا انقلاب. الكتاب عبارة عن مقالات تم كتابتها بين ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو. وأنا بطبعي بحب يعني أتساءل، وما رضيتش أحتفظ بتساؤلاتي لنفسي وقلت أتشاركها مع القارئ، وطلعت الكتاب اللي بيرصد أهم المحطات في خلال الفترة الزمنية ديت، من انتخابات رئاسية، من انتخابات برلمانية، من اعتصامات فئوية، من يعني تخوف من تغير وجه مصر المدني والاتجاه لدولة دينية. كل موضوع من المواضيع ديت اتجسد في مقال من المقالات اللي موجودة في الكتاب. حلو قوي. طيب عايزين نتكلم عن الكعكة الحجرية. الكعكة الحجرية اسمها مثير جدا، واتفرجنا على فيلم غاية في الروعة. عايزينك تكلمي المشاهد عن الكعكة الحجرية. فيلم الكعكة الحجرية هو رابع أفلامي إنتاج قطاع قنوات النيل المتخصصة، إدارة الإنتاج المتميز، والحمد لله حصل على جائزة نقابة المهن السينمائية في مهرجان اسكندرية السنة اللي فاتت، وبتناول فيه تاريخ ميدان التحرير وتاريخ الثورة المصرية، واستلهاما من قصة الكعكة الحجرية لأمل دنقل، والفيلم مهدى لروحه. تمام. ليه اخترتي الكعكة الحجرية؟ ليه الاسم ده بالذات؟ الكعكة الحجرية مقصود بيها ميدان التحرير أو 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 سرة الميدان، وممكن يكون رمز لمصر، إنها كعكة مشتهاة كل الناس عايزة تأكل منها، وهي تستعصى على الـ على الـ على الذوبان في حلوق الراغبين في قطعة منها، سواء كان شريف أو لص. الكعكة الحجرية رمز لمصر اللي ربنا هيحفظها بإذن الله ليوم الدين. شكرا جدا وشرفتينا بوجودك معنا في المركز الثقافي. شكر أفضلك وشكرا جزيلا ومسيع الاستضافة. كنا عايزين نتكلم في الأول عن مناقشة كتاب في المركز الثقافي الكوبتي، شايف ده ازاي؟
في الحقيقه فكره ممتازه قوي انه ان احنا نجيب كتاب ونجيب الكاتب يعرض الكتاب بتاعه ويبقى فيه مناقشه ما بينه وما بين جمهور الحضور. ويمكن زي ما قلت في الندوه انه في كلمه دايما بتتقال خلال السنين الاخيره ان احنا تحولنا الى شعب لا يقرا. اعتقد ان احنا محتاجين في الفتره الجايه الى ثوره ثقافيه تقوم على القرايه والاهتمام بالمعرفه، لان المعرفه زي ما بنقول كده يعني هي بتساعد الانسان انه هو يفكر بشكل افضل ويخطط للحاضر وفي نفس الوقت تبقى ليه رؤيه افضل للمستقبل. ويعني دايما حتى في كتابنا المقدس نقول فتشوا الكتب، فالمعرفه هي دعوه مسيحيه ودعوه كنسيه في نفس الوقت. تمام. الثوره دي ولا انقلاب، حضرتك قريت الكتاب، رايحك في الكتاب؟ انا في تقديري الشخصي ان هو كتاب متميز قوي، هو عباره عن مجموعه مقالات بينتمي الى نوع الكتابه الساخره. هي كتابات تناولت قضايا سياسيه مهمه جدا عشناها بعد ثوره 25 يناير 2011، لكنها تناولتها بروح ادبيه، او هي يعني كتابه قريبه جدا من قلب القارئ العام بالدرجه الاولى. تناولت كتير من القضايا والاحداث من 2011 مرورا ب 2012 وحتى يعني ما قبل ثورة يونيو ربما بشهور قليلة. ففي الحقيقة يعني أنا بأحيي الكاتبة الزميلة أستاذة أسماء إبراهيم على مجموعة مقالاتها اللي نشرتها في عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية، وبعد كده جمعتهم في كتاب عنوانه ثورة دي ولا انقلاب. والسؤال هنا في الحقيقة بتاع الكتاب يعني هو قريب للقارئ، أنه بيساعد القارئ أنه يقرأ ويفكر، ومن خلال قرايته يقدر يوصل للنتيجة. ويمكن النتيجة اللي وصلت لها بشكل شخصي أنها ثورة مكتملة الأركان. تمام. أكتر مقالة عجبت حضرتك في المقالات من خلال قرايتك للكتاب؟ في الحقيقة يعني يمكن المقال الأخير مثلا هو بيتكلم عن الأمل وأنه استشراف المستقبل وأنه بكرة أحسن وأنه المصريين قادرين على صناعة مستقبل أفضل ليهم إن شاء الله. فإحنا كمكتبة مرمرقس العامة ومع كلمة العامة أن هي بتتناول كل الأنشطة، ما بتخصش نشاط معين او اتجاه معين او فكر معين، هي بتاخد كل الانشطه بشكل عام، سواء كان ثقافي اجتماعي سياسي. واحنا اتناولنا خلال ده اللقاء الثالث لينا اللي اتشرفنا فيه استاذه اسماء، سببته كان في باكوره العمل كانت بالدكتور رامي بكتاب القديس حبيب جرجس. بعد كده تناولنا روايه اسمها روايه الزياره للروائي عمرو العدلي، والنهارده بنتناول كتاب اسمه ثوره ولا انقلاب. ثوره دي ولا انقلاب، الاسم جاني من الاغنيه الاخوانيه الشهيره اللي دشنت بعد عزل الرئيس الاسبق محمد مرسي. وربما المسيرات الأسبوعية اللي كان بتقوم بها جماعة الإخوان المسلمين بانتظام تحت البيت هي اللي دفعتني أني أختار العنوان دون للكتاب. ممكن أقول مثلا إنجليزي ده يا مرسي، عجبني ذكاء الرئيس الأسبق محمد مرسي لما عزم المثقفين في الاتحادية وقال لهم مصر، او وعدهم ان مصر مش هيكون فيها، مصر لا يمكن ان تكون دوله عسكريه من الان ولا يمكن ان تكون دوله ثيوقراطيه. وتعجبت هو ليه استخدم المصطلح اللاتيني، عسكريه وعرفناها لكن ثيوقراط ليه تعمد الرئيس الاسبق انه يذكر هذا اللفظ. السؤال الذي يقفز للأذهان، لماذا لم يذكرها الرئيس صراحة بأن مصر لن تقام فيها دولة عسكرية أو دولة دينية؟ ولماذا استبدل السيد الرئيس الكلمة العربية بنظيرتها اللاتينية عند هذه النقطة بالذات؟ هل يخشى السيد الرئيس من ردة فعل إخوانه المسلمين والإخوة السلفيين ممن سيسوءهم أن ينكر الرئيس قيام دولة دينية في مصر، حتى وإن أحد أشهر مشايخهم يعيب على رئيس اجتماعه بالفنانين ويصفهم بالفساق الفجار؟ هل يخشى السيد الرئيس من انطباع المواطن البسيط الذي انتخبه وانتخب حزبه من قبل لأنهم أشيع عنهم أنهم ناس بتوع ربنا، وسيندهش هذا المواطن من نفي الرئيس لقيام دولة دينية في مصر؟ الشرقوة
عزموا القطر ورئيس مصر يعزم المصريين في قطاره كل على قدره. فخطاب الدرجة الأولى مكيف يختلف عن خطاب الدرجة الثانية ويغير خطاب الدرجة الثالثة أو الترسم أو ممن ركبوا القطار الرئاسي بتسطيحة. فهناك خطاب لنخبة النخبة يستخدم فيها المصطلحات الأجنبية، وهناك خطاب لجموع المصريين، وثمة خطاب ثالث لبسطائهم. بعد جديد نكتشفه في الرئيس الجديد يجسد ذكاء الفلاحين وحوة الشرقوة الذي خرج في خطاب الرئيس للفنانين. سيادة الرئيس الدكتور المهندس أستاذ هندسة البنى، يا من تجيد الإنجليزية وقمت بالتدريس في أمريكا، النبي عربي، عشان كده اسمح لي بسؤالكم، يعني إيه دولة ثيوقراطية؟ أستاذ أسماء، أنا مبسوط جدا أن أنا موجود معاكم النهاردة، بس أنا كنت عايز أعلق تعليق. يعني في ناس بتقول دي ثورة ولا لا، هو في كلتا الحالتين أي حد شعب عايز يشيل ظلم بشكل انقلاب بشكل ثورة، ده كان ظلم واقع على الشعب المصري. وتصريح حتى حضرتك وإن سنة 52 ده كان انقلاب والناس بتقول عليها ثورة، لغايه دلوقتي دي كانت ثوره ضباط احرار على قد معلوماتنا التاريخيه يعني، وما كانش بيساندها الشعب، انما دي الشعب هو الاساس وسنده الجيش. فاللفظ اعتقد ما يفرقش قوي على قد الاحساس بالجمهور ذات نفسه بالشعب ذات نفسه. يعني 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 بشوف في الدول الافريقيه كتير انقلابات بشكل عسكري، فقط العساكر هم اللي بيكونوا موجودين في الشارع، لكن الثوره 30 يوليو كانت الناس هي اللي في الشارع واللي حافظ عليها هو الجيش. في فرق. فانا حتى لغايه دلوقتي ما اعرفش ليه الناس بتطرح اللفظين اساسا، اللفظين غير موجودين. يعني ما فيش حاجه اسمها انقلاب ولا ثوره. هي ناس نزلت مش عايزه حكم ما معين بشكل معين غير راضيه عنه. الجيش نزل ساعد الناس دي. بس انا راجل مسالم ما معيش سلاح، فعشان اقف قدام حد معاه سلاح لازم الجيش يساعدني. الجيش ده اهلنا. الجيش ده أهلين. فهي حتة ثورة والانقلاب والغلط اللي ما بينهم ده بتهيألي غير موجود من أصله.